اهلا بيكم في قناة اكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم التميس الافغاني. شايفين شكله حلو جدا وطعمه تحفة، ناشف كده شوية من بره وطري من جوه. ياريت تجربوه وتقولوا لي رأيكم ايه. ما تنسوش تسيبولي تعليقاتكم وتشتركوا في القناة. هنعمله بطريقة سهلة جدا. احنا عندنا انواع تميس كتير في القناة، هحطها لكم في الفيديو. اول حاجة هنحتاج كوباية مية، معلقة سكر، معلقة كبيرة طبعا، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هنقلب كل ده مع بعض لحد ما الخميرة تبدأ تدوب كده شوية. وهنغطيها ونسيبها ربع ساعة لحد ما تبدأ تتفاعل كده، ونتأكد كمان ان الخميرة شغالة. خلاص الخميرة شغالة، لأن في فقاعات كونت اهي زي ما حضراتكم شايفين. وكده هيسهل معانا عملية التخمر. هنضيف 12 كوباية من الدقيق. طبعا لو الكمية دي كبيرة على حضراتكم ممكن تستخدموا نص الكمية، مفيش اي مشكلة، ونص المقادير. هننزل بالدقيق كده بالراحة. هنضيف 2 كبار من الملح، طبعا ممكن نقلل كمية الملح حسب الرغبة، ونقلب كده عشان الملح يختلط مع الدقيق. وبعدين هننزل بربع كوباية من الزيت، وكوبايتين من المية، ونبدأ نعجن. طبعا وبعدين هنضيف كوباية كمان من المية ونعجن تاني. وننزل بكوباية مية كمان، طبعا انا بنزل بالمية تدريجي حسب حاجة الدقيق. دلوقتي دي محتاج كوباية كمان، يعني انا استخدمت 5 كوبايات من المية على كمية الدقيق اللي عندي. هبل بس ايدي بالمية كده عشان العجين يتلم معايا، واول ما العجينة تتلم خلاص يبقى كده تمام. شايفين انا بعجن فيها ازاي بسهولة، عادي مفيهاش اي مشكلة، العجينة طرية. خلاص العجينة اتلمت معايا،
هنغطيها بقى ونسيبها من ساعة لساعتين حسب حرارة الجو لحد ما تختمر كويس، وبعدين نرجع نبص عليها تاني. هنا هنجهز خليط كده عشان ندهن بيه التميس قبل ما يدخل الفرن. هيبقى كوباية مية مع معلقتين كبار من الدقيق، نخلطهم كويس. وبس كده بقى جاهز، هندهن بيه التميس قبل ما يدخل الفرن. العجينة اتخمرت اهي، هنبدأ بقى نجهزها. نجيب ورق الزبدة الأول، وناخد جزء من العجينة ونقطعه كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. انا هنا مش هعمله شكل كورة، انا هعمله شكل كده بيضاوي شوية. وهجهز الخليط جنبي كده اللي قلت لحضراتكم عليه، وهبل ايدي بيه وابدأ افرد كده. هي طريقة فرده كده، هستخدم دقيق ولا حاجة، انا هستخدم خليط الدقيق مع المية. كل ما احس اللي هو محتاج ببل ايدي كده وابدأ افرد. بحاول افرده على قد ما اقدر. ببلي ايدي كل شوية عادي واسحب كده لحد ما يتفرد معايا. وبعدين اعمل الحركة دي بصوابعي كده عليه كله. الحركة دي بتخليه خفيف جدا. بعدين هندخله الفرن على درجة حرارة 220، يا دوبك بياخد حوالي 10 دقايق وبيبقى جاهز. نعمل نفس الطريقة، وطبعا ممكن نرشه بسمسم او حبة بركة زي ما احنا عاوزين. خلاص كده فردناه بنفس الطريقة،
هنعمل نفس الطريقة بصوابعنا كده. ندخله على الفرن. هنعمل واحد كمان لحضراتكم. ده بقى هنرشه بالسمسم وحبة البركة ونضغط عليهم كده وندخله على الفرن ونشوف الجمال بقى. شايفين حضراتكم طعمه جميل وشكله جميل لذيذ جدا. جربوه هيعجبكم جدا، حاجة كده تحفة، طريقته سهلة مش صعبة، وحاجة جديدة نجربها، عيش جديد وطعمه لذيذ. شايفين لسه طالع من الفرن ما شاء الله عليه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وسيبوا لي تعليقاتكم. شايفين طري ازاي وفي نفس الوقت محمص. اشوفكم في اكلة جديدة. مع السلامة.